فإن تحديد المعالم من خلال جدول البيانات أو الموقع. أنا كيف بدي أعمل سيلكت عادي؟ بروح على أداة السيلكت، بختار أي طبقة أو أي، وبختار أي فيتشر بعمل له سيلكت بهاي الطريقة. وإذا بدي أعمل أكثر من سيلكت لأكثر من فيتشر، بضغط على بضغط من خلال كبسة الكيبورد شيفت، بضل ضاغط على بضل ضاغط على الزر شيفت، وبحدد اللي بدي اياهم. طيب انا بقدر اختار البناية، واذا بدي اشيل السيلكت برجع، وانا ضاغط على شيفت برجع على القطعة، فهيك بشيل السيلكت وبعمل سيلكت. بضلني ضاغط على زر شيفت وبحدد القطع اللي بدي اياهم. هذا التحديد البسيط او العادي او المتعارف عليه، لكن في عنا انواع معينة للتحديد من خلال موقع، من خلال الموقع او من خلال جدول البيانات. لو رحنا على القائمة سيلكشن، في عنا سيلكت باي اتريبيوت، ندخل عليها بنختار الطبقة اللي احنا بدنا اياها، خليها طبقة الاشجار. طبعا انا كيف بدي اختار؟ بدي اختار من خلال جدول البيانات اللي هو الحقول الفيلد، مثلا من خلال الحقل الخاص في التايب بختاره، وبعديها بعمل يساوي، بعديها get unique value، يعني يظهر لي جميع الخيارات داخل الحقل. طبعا بهذا الحقل موجود جميع هدول الخيارات. انا بختار مثلا رقم واحد اللي هو الزيتون، او بقدر اجي بدون ما اختاره من هون، بقدر اجي اكتب مثلا رقم خمسة اللي هو الجوز، بعمل اوكي. فهيك عمل لي السيلكت ل115 فيتشر. لو انا قمت باخفاء جميع الطبقات واظهار فقط شبكة، واظهار فقط طبقة التري، بيظهر عندي جميع المعالم اللي تم عملهم سيلكت. طبعا انا بقدر اعمل رايت كليك باي مكان فاضي، واروح اعمل زوم تو سيلكت فيتشر، يعني يعمل لي زوم لجميع السيلكت او جميع الفيتشر اللي نعملهم تحديد. هاي جميع المعالم نعملهم تحديد. لو رحت على الاوبن اتريبيوت تيبل، بيظهر عندي 115 معلم معمل له تحديد. من خلال هذا الخيار بيظهر لي جميع اللي معملهم تحديد، اما الخيار الاخر بيظهر جميع المعالم، بيظهر جميع المعالم المعمول لها سيلكت واللي مش معمول لها سيلكت. هاي الجوز معمول له سيلكت بيكون في اللون الازرق، اما هذا الفيتشر مش معمول له سيلكت بيكون في اللون العادي. هذا الخيار بيظهر لي جميع الخيارات. طبعا الحقل تايب معمول له دومين وسب تايب تصنيف معين، راح يتم شرح التصنيفات السب تايب والدومين في الايام القادمة. اما التحديد من خلال الموقع، بمعنى انا في عندي طبقة قطع وفي قطع جواتها مباني، او مثلا في عندي طبقة احياء وداخل كل حي في قطع معينة. يعني لو رحنا على هذا الحي نعمل له سيلكت عادي، بعدها نروح زوم تو سيلكت، جواته هذا الحي مباني معينة، وهذا الحي كذلك، وجميع الاحياء كل حي بداخله عدد من المباني. انا مثلا في عندي الحي الشمالي، بدي اعمل سيلكت لجميع المباني اللي فقط في الحي الشمالي. بهاي الطريقة انا اول اشي بعمل سيلكت على الحي اللي بدي اياه، هاي انا عملت سيلكت على الحي الشمالي، او من خلال الاتريبيوت تيبل هاي ان سيلكت، مثلا بروح بختار الحي الشمالي بعمل له سيلكت. بعد ما عملت له تحديد بروح على قائمة سيلكشن وعلى سيلكت باي لوكيشن، بيظهر عندي هاي الواجهة. انا بدي اعمل للمباني تحديد، بعمل اشارة تك على البيلدينج، وبختار الطبقة اللي بدي اعتمد عليها في التحديد اللي هي طبقة المصدر اللي هي السيكتور. وهذا الخيار مهم جدا، لانه اذا ما فعلته راح يعمل سيلكت لجميع المباني في جميع الاحياء، لكن انا بدي فقط اللي معمل له سيلكت. بفعل هذا الخيار وبختار الشرط الخاص بالسيلكت. طبعا خيار الانترسكت، يعني اي بناء بتقاطع مع الحي بنعمل له تحديد،
في عنا آخر خيار إنه لازم البناء يكون محتوي جميع الحي. ممكن يكون هذا الخيار دقيق أو هذا الخيار دقيق، يعني حسب الهدف. وإذا بدكم تتعلموا أكثر شو المقصود في هدول جميع الشروط، لو رحنا على الموقع، رحنا على أيقونة البحث وكتبنا مثلا select by location، نضغط انتر، بيظهر عنا عدة خيارات. أنا بختار الخيار اللي بدي إياه، هاي عرض المزيد، ايضا عرض المزيد، في عندي مقال معين بيحكي عن هاي الشروط اللي هي تحديد طبقة من خلال الموقع select layer by location. وصلت للمقال المطلوب، بدخل عليه، بنزل الى الاسفل، في عندي الخيار الخاص بالعلاقة relationship. لو رحنا على الارك ماب موجود عندنا عدة خيارات، مثلا الانترسكت، التقاطع، هاي عندنا انترسكت، بقوم بالقراءة. فأنا هيك بفهم شو المقصود بهذا الشرط. طبعا هاي الشرط الأخير الموجود عندنا هون، شو المقصود فيه؟ يتم تحديد المعالم في طبقة الإدخال إذا كان مركزها يقع ضمن معلم محدد. يعني إذا مركز المعلم موجود في مركز ثاني وطرفه في معلم آخر، ما بتم تحديدها. لازم يكون مركز البناية، بدي أعملها select، يعني لو رحنا على أي بناية على الحد، مثلا نفرض أن هذا البناء موجود على هون بس مركزه موجود داخل المعمول له select، فبتم تحديده. لكن إذا مركزه كان في الحي اللي تحتيه ما بتم تحديده. إذا بعد قراءة الشروط أنا بختار الشرط اللي بدي إياه حسب الهدف. نرجع على select location، نختار الخيار حكينا معمول له تحديد، ونختار الخيار اللي إحنا بدنا إياه. بعدها بنعمل apply وأوكي. نعمل زوم تو سيلكت، او بنفتح الاوبر اتريبيوت تيبل الخاص في المباني. تم تحديد 34 بناء، نشوفهم. هذول جميع الابنية اللي بوقعوا في الحي الشمالي. نرجع شوي للسيلكت باي اتريبيوت، نختار طبقة الابنية، او خلينا شوي بس نشوف شو الموجود. في عنا حق المعين معمول عليه نال، اللي هو عدد السكان. لو روحنا على السلكت من خلال تحديد من خلال جدول البيانات، وعلى البيلدينج روحنا على هذا الخيار، او هذا لو روحنا على هذا الحقل نحكي له هذا الحقل is null، يعني اي قيمة بهذا الحقل تكون نال يتم عملها تحديد. نعمل اوكي، ظهر عنا وان سيلكت. لو رحنا على الاوبر اتريبيوت تيبل، في عنا وان سيلكت المعمل له سيلكت هيو نال. اذا عملنا العكس، احنا رحنا عملنا از نوت نال، نعمل ابلاي، بيعمل جميع تحديد ما عدا النل. طبعا هون في عنا كثير خيارات، في عنا اكبر من واصغر من، بمعنى لو رحنا على المساحة نعمل قد يونيك فاليو عشان يظهر لنا جميع الخيارات. لو حكينا انا بدي جميع المباني الاكبر من هاي المساحة، نعمل ابلاي، عنا 63 بناء مثلا اقل من هاي المساحة، اعمل لي سيلكت. طبعا المساحة في المتر، يعني انا هون في عنا 65 متر مربع. عملت سيلكت لجميع المباني الاقل من 235 متر مربع. ايضا انا بقدر اختار اكثر من شرط للتحديد،
بمعنى انا بدي اعمل سيلكت للاستخدام الابنية السكني، او هاي كلمة اور، اليوزر او الاستخدام البناء يساوي ترفيهي، وثالث خيار اليوزر يساوي صناعي مثلا. انا هيك عملت تحديد لجميع المباني اللي من رقم 1 ورقم 4 ورقم 7. طبعا شو المقصود بهدول الارقام؟ رقم 1 يساوي سكني، ورقم 7 يساوي صناعي، ورقم 4 يساوي ترفيهي. طبعا هذا اشي اسمه دومين، راح نتعرف فيه في المحاضرة القادمة، راح نتعرف كيف نعمل هيك تصنيفات مركبة او ما يطلق عليها سب تايب ودومين. اذا انا بدي فقط هذول الاستخدامات، معمل ابلاي، بنروح على هذا الخيار، فبنلاحظ فقط السكني والترفيهي والصناعي تم عمله سيلكت. اما الخيار اند اللي هو بيجي تركيب، كيف يعني تركيب؟ يعني مثلا انا في عندي الحقل الخاص بالدومين اللي هو في عنا جاهز وقيد الانشاء، بدي اعمل سيلكت لاي بناء يكون قيد الانشاء ويكون سكني او يكون ترفيهي مثلا. فانا باجي بحكي له الدومين يساوي قيد الانشاء اند الاستخدام يساوي سكني. هلا اذا بعمل هذا التعبير راح يعمل لي تنين، لكن اذا انا اخترت بدل 1 مثلا تجاري ما ظهر عندي ولا اي خيار، لانه هذا التعريف او هذا الشرط اللي انا قمت بكتابته لا يتطابق. لما يتطابق بيعمل لي تحديد، اذا ما يتطابق ما بيعمل تحديد. ناخذ مثال اوضح، مثلا انا في عندي عدد الطوابق، لو رحنا على عدد الطوابق يساوي مثلا انا بدي الابنية اللي فيهم 3 طوابق ويكونوا سكنيات او يكونوا تجاري مثلا. انا بدي البناية اللي بيكون فيها 3 طوابق ويكون تصنيفها تجاري، نعمل ابلاي، ظهر عندنا بناية واحدة هي 3 طوابق وتجاري، مثلا تعليمي ما ظهر عندي ولا خيار، سكني ظهر عندي الكثير من الأبنية اللي هي تصنيفها سكني وهي 3 طوابق فقط. هذا المقصود في الاند والاور. طبعا في خيارات تانية متقدمة، احنا بنكتفي بهدول الخيارات فقط. باقي الخيارات بإمكانكم تجربوها وتتعلموا فيها الكثير. إذا نكتفي في شرح هدول الأدوات أو هدول الأوامر المعينة الخاصة بالسيلكت باي أتريبيوت، وأيضا من خلال التحديد من خلال الموقع أنا بقدر أختار مسافة معينة. لو عملنا سيلكت للمباني مثلا فعلنا خيار 200 متر أو مثلا خليه 500 متر، نعمل أبلاي، بنلاحظ انه او خليه اقل بكتير، خليه 50 متر. نلاحظ انه احنا لما نحمل خيار البيلدينج انه احنا نحدد المباني للحي اللي معمل له السيلكت، وايضا المباني اللي بتبعد عن هذا الحي 50 متر، هي عمل سيلكت لهذا البناء لكن ما عمل سيلكت لهذا البناء. ليش؟ لان هذا البناء بيبعد اكثر من 50 متر. لو حطينا المسافة هون 100 متر هي تم عمل تحديد. ايضا في خيارات تقدروا انتوا ايضا تتعلموها لحالكم، نفس الطريقة السيلكت باي اتريبيوت في خيارات برضو انتوا بتتعلموها، وجميع الخيارات سهلة جدا، فقط عبارة عن قراءة، نقرأ وبنفهم وبنترجم شو المقصود بهدول الخيارات.